الطاس اللي اتفتحت دي. ما تزعليش، الدور الجاي هاخد بالي. اترزعي. ايه؟ هقول لك اترزعي. لان الدور يا ورد اليمن عشان الراجل يرجع. فاهمه ولا ما فاهماش؟ فاهمه يا مدرويش. بصراحه انا زعلان وراسي وجعان، بس عاوزه اتحدث معك. معلش. راسك وجعك قوي قوي. الله يسامحك. احسن تستاهلي قد رقبتك يا بنتي. ربنا يهديك، انا مش حمل ابوك. ما لكمش في رقبتي غير روحي، وهي وسطيكم وهاكل وهشرب. يا ليلى يا حبيبتي، ما فيش بنت تقول للجواز لا طول ما هي سليمه. وانا ما عاوزاش اتجوز. اخر مره اقولها لك، انا مش كد ابوكي، ولو طار عليكي ما هقدرش احميكي من نار. خلاص صدريني ليه وانا هقول له لا. وماله ولد عمك الشيخ عويان؟ ما عاوزاش اتجوز، انا حره. انا اتحججت لابوكي لحد دلوقتي بحجج الدنيا والاخره، اللي قصير واللي تخين، وابوكي نبه عليا الدور ده ما فيهاش له يا ليلى. وانا قلت لا، وانا كده بريئه من ذنبك. وانت وابوكي صفيوا مع بعض. صالحه دي لعلمك طيبه قوي. هما لو مش طيبة كان اتجابك أدني. طب والله العظيم طيبة، مش مصدقاني؟ طيبة وقلبها حنين كمان. مصدقاني يا بنت ولا لا؟ الصراحة لا. طب هتشوفي دي تقوم تقوم وتنزل على ما فيش. قلبها أبيض وطبعها حامي. انت هتحبها أنا عارفاه. مش حكاية كده. بصي صرخ انتي واعملي زي ما اكون عليك ضرب، وهتشوفي قلب صالحه الابيض ده هيعمل ايه. صرخي بدل ما اضربك صح. ما عرفش. يبقى جبتيه لنفسي هضربك صح عشان تعرفي تصرخ. يلا صرخي صرخي، حد هيموت. قلتك مش عاوزك. مش عاوزني تقوم تضربني. الحقيني يا اما. انت ما ينفعكيش غير المركوب. انا خايفه صح. هموت. مش عاوز وجع راس. لولا دي انا ما كنتش دخلت عندك. بنات الناس تتعمل فيها كده، سيبها يا امام، حرام عليك. بعد يا ساره، بعد لا اجيب عليكي. تعالي هنا، انا ما حدش هياتك مني. والله ما تمد يدك عليها تاني، واي ضربه فيها تيجي فيا انا. خلي صالحه تنفعك. مش عاوز اسمع اسمك، انت السبب. قلت لك ما عاوزهاش. صلى على النبي، صلى على النبي. روقي. عملتي له ايه يا حزينه؟ عمري ما شفته كده. بس حصلت الضرب والاهانه ليه؟ ده انا بنت ناس يا ابوي. بس يا حبيبتي، بس المراكب اللي في البابا نزل منها الشيخ العرب عيسى الهواري ومعاه بولس كاتب شيخ العرب همام. والغرض لسه ما بانش. نزلوا فين؟ في بيت صالح بيك القصر في الجمالية. اتكل. بنتك حددت الميعاد ولا لسه؟ لا ما رضياش. ايه؟ وايه حجتكم الدور ده؟ اهي عندك اسألها. انا ما اسألش بنات يا شمش، والمعازة اللي ليها عندي راحت خلاص، وانتي مهمتك لحد كده خلصت. بعد عن طريق. بالراحة يا اسماعيل. طلع لا عواجي يتكسر. بعد عن طريق وسيبيني مع بنتي.
قلت لأمك الميعاد ميتة ولا لسه؟ لا قلت لها لا ما أوجهوش. وهتقوليها في وشي يا بنت اسماعيل، هتقوليها في وشك دي أول الحديد وآخره هتسمع حس عظمك لما يتكسر. عمرك ما ضربتني يا بوي، جسمي وعظمي ملكك، لكن اللي أنا قلته أنا حرة فيه. أنت يا بنت لسه ما دفتيش جسمي ولا هتستحمليها. أنا ملكك حرام عليك. اطلع بره يا شمس حسن، اطلع بره، اطلع بره. من يوم قطع الطريق وقلبي قلقان دريتها صدقتك، لكن قهرتيني يا ليلى. زخ يا زخ. نعم يا سيدي. الساولية سيدي اطلع بره يا بنت المركوب، اطلع بره. زخ اوامرك يا سيدي. اسمع يا مرة، اللي هتعمليه دلوك لو جه في بالك ولا افتكرتيه بعد كده هقطع اجلك واجل عيلتك كلها. حاضر يا سيدي. هطلع استنى بره وتطلع تقولي لي بنت سليمه زي ربنا ما خلقها ولا لا؟ لو عملت كده يا بوي وربنا نصفني يبقى شرط عليك يمشي، ما اتجوزت غصب عني. يا سيدي الحمد لله.